أو للأطفال الذي قتلهم الحوثي بجرائم الحوثي للصواريخ يستهدفهم إلى بيوتهم وإلى مساكنهم. إنني اليوم أقدم عباراتي قبل حروفي وكلماتي. اليوم أودع أصدقائي الأطفال وأناشد الأطفال العالم ليسمعوا نداء الأطفال في مأرب. نحن أطفال أبرياء تطالنا أيدي الغدر الحوثي. فأطفال العبدية محاصرون ويموتون من نقص الغذاء والدواء. وأطفال في الروضة قصفهم الحوثي بثلاثة صواريخ بالستية ليقضي على طفولتهم وبراءتهم. فودعوا الحياة وانتهت ضحكاتهم إلى الأبد بعد أن تحولوا إلى أشلاء. والبعض الآخر يفقدون أطرافهم بسبب الألغام. هناك من توقفت ضحكاتهم وتحولت إلى بكاء وأحزان. يا أطفال العالم، ننقل إليكم اليوم معاناة أطفال مأرب وأطفال اليمن عموما. فقد لا يسمعنا الكبار فلهم حسابات أخرى، لكننا نخاطب الطفولة ونخاطب من يحملون الإنسانية في قلوبهم ونقول لهم قد ضاعت طفولتنا بين ركام الأحزان والدمار وحرمان التعليم والحق في اللعب منذ مجيء العدوان الحوثي إلى اليمن. لا نرى سوى الدمار، فصواريخ الحوثي حرمتنا أشياء جميلة. ذات يوم قصفوا ملعبنا الذي نلعب فيه وفقدنا عددا من أصدقائنا الأطفال. وكم دمرت صواريخ الحوثي مدارسنا التي ندرس فيها. وكم طفلا فقد أباه، وكم طفلا أجبره على حمل السلاح وترك الأهل والمدرسة وأخذهم إلى الجبهات ليموتوا في أوتون الحرب. لماذا تقتل الطفولة أيها الحوثي؟ لماذا تسفك الدماء في اليمن والعالم يتفرج؟ لماذا يموت الأطفال وتنتهي ضحكاتهم لكننا لا نسمع لأحد صدى؟ نحن الآن نودع قوافل من الشهداء الذين قصفتهم ميليشيا الحوثي الإجرامية بالصواريخ وأطفال مدنيين. فنوجه رسالة للمجتمع الدولي أن يلفتوا النظر لهؤلاء الأطفال الذين تمزق أجسامهم أشلاء بالصواريخ البالستية، ولهذا وأن يلفتوا النظر إلى هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثي، جريمة تلو الأخرى. نحن اليوم خرجنا وقفة احتجاجية ضد ميليشيا الحوثي ما تقوم به بقصف وإرسال صواريخ لأطفال مأرب ضد الأطفال والإنسانية في مدينة مأرب. خرجنا في هذا اليوم لتشييع الأطفال الشهداء التي نالتهم صواريخ الحوثي تنطلق على المدنيين وهؤلاء الأطفال الأبرياء، لنوري العالم أن هذه الصواريخ لا تأتي على مناطق عسكرية ولكنها تأتي على رؤوس الأطفال والمدنيين والنساء. هذه الجماعة جماعة إرهابية، ولم نرى حتى استنكارا واحد من دول العالم الذين يرون المجازر كل يوم في مدينة مأرب ولا نسمع لهم صوتا. إن ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وهذه صور دليل على أنها منظمة إرهابية لجميع العالم. نناشد العالم أن يروا ينظروا أن يصنفوهم منظمة إرهابية. نستغرب الصمت الدولي، صمت الأمم المتحدة. أين حقوق الإنسان؟ العالم الحر أين هم؟ أين حقوق الأطفال هؤلاء الأبرياء الذين كانوا يلعبون في الشارع وفي بيوتهم آمنين، هربوا من ظلم ومن جور الحوثي إلى هنا في مأمن هنا. يعني أين يسيروا؟ هنا أما ولحقونا بهذه الصواريخ الجائرة. هؤلاء هم الإرهابيين حقا. أين هم الأمم المتحدة الذي ينادوا بهذه الحقوق، حقوق الأطفال، حقوق الإنسان؟ أين ذهبوا؟ نحن نناشدهم بوقف هذا العدوان الجائر على مأرب. نحن هنا نناشد الأمم المتحدة ونذكرها بدورها، نذكرها بواجبها ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي ضد الإنسانية. خرجنا اليوم نشيع جثامين الأطفال والنساء التي تقصفهم صواريخ الحوثي في قفلة من المنظمات، ولا دور واضح للأمم المتحدة مما يجري في مأرب وفي مديرية العبدية والجوبة. والصواريخ ليل ونهار تمطر الساكنين في هذه المناطق، ولا ندري ما هو دور المنظمات ودور الأمم المتحدة من هذا الموقف. اليوم ننتج بالجريمة البشعة اللي يسوه، اللي نشيع على الأطفال الأبرياء اللي استهدفهم الحوثي بصواريخه إلى مأرب،
ونقول لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والماسونية العالمية أن هذولا هم اللي يدعموا الحوثي وهم اللي مغطيين عليه. استغرب الصمت الدولي، صمت الأمم المتحدة، أين حقوق الإنسان الذين يدعون بها؟ أين حقوق الأطفال؟ أين العالم الحر؟ هؤلاء الأطفال الأبرياء ما ذنبهم؟ هذه الجثث البريئة ما ذنبها؟ كانوا يلعبون في مأمن في الشارع وتأتيها صواريخ الحوثي، نحن هربنا من بطش وإرهاب الحوثي إلى هنا في مأمن في مأرب، ويأتينا هذا البطش إلى ما إلى إلى بيوتنا ونحن في مأمن. دمرت هذه الصواريخ هذه البيوت وقتلت هؤلاء الأطفال الأبرياء. أين الأمم المتحدة؟ نحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوقف هذا الظلم الجائر على مأرب، فليتقوا الله، يتقوا الله في هؤلاء الناس الأبرياء، في النساء، في الأطفال. يا محمد، يا أبي الشهيد، شهيدي الحي، يا من تنفست البارود وتلحفت السلاح، يا من اتخذت البعد عنا دفاع، يا من كابته الشوق لأمي بلب المدرسة. أتعلم إن الآن أقف وكلما بي شامخ. أنا ابنة الشهيد، أنا ابنة الشهيد، أنا من سترفع مجد وطني بعد أبي. لا تهاون ولا تكاسل ولا يأس، لما تنتظرون؟ ها قد ضحى أبي وكل شهدائنا بأغلى ما يملكون. حذروا ميليشيات الحوثي، دمروا بيوتنا وأطفالنا. اللي خرجنا عشان الأطفال اللي استهدفوهم بالصواريخ. خرجتنا هذه، اللهم أجبنا بخرجتنا هذه على الفجر الكفر أعداء الله الذي لا يرحم أطفال ولا يرحم نساء ولا يرحم. خربوا الجوامع، حرقوا القرى، المهم فعلوا المناكر كله، هذا ما يصلح، ما يصلح شيء الصواريخ لا وسط النساء والأطفال. سر الجبهة يضارب، ما هو شيء لا وسط النساء والأطفال يصير لا وصل لا يرعد له الناس من شيك. اليوم نشيع جثمان الشهداء الذي استهدفهم الحوثي في حي الروضة السكنية المؤهل بالسكان. ندعو المنظمات وحقوق الإنسان والعالم أجمع أن يصنفوا هذا الحوثي جماعة إرهابية لأنها تستهدف المساكين والمظلومين والأطفال والنساء.